دجال ونصاب وأكبر كلكجي عرفه العراق منذ استقلاله، كما وصفه عزة الدوري قائد الحرب الإعلامية لصدام حسين ودبلوماسي القاتل في العراق. وصف الأمريكان بالعلوج، وأول من غادر البلاد عند وصولهم اتهم بسرقة ملايين الدولارات واختفى بعد الهروب للأبد. بيدق صدام حسين في الحرب والهارب الأول من أيدي الأمريكان محمد سعيد الصحاف. بيادق. ولد محمد سعيد كاظم الصحاف في مدينة الحلة العراقية عام 1945، وعرفت عائلته باسم الصحاف نسبة إلى مهنة والده القديمة، حيث كان يعمل في تجليد الكتب بشارع المتنبي أو ما يعرف باللهجة الشعبية بتصحيفها، ما منح العائلة ذلك اللقب. أكمل ابن الصحاف دراسته الابتدائية وصولا للثانوية في ذات المدينة، ثم التحق بالمعهد العالي للغة الإنجليزية بجامعة بغداد، وحينها تغير شكل حياته للأبد، فقد التحق بحزب البعث في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وبحلول عام 1962 عمل في وكالة الأنباء العراقية، وذلك قبل تخرجه من الجامعة بعام واحد، وهو العمل الذي زاد من علاقته ومعارفه، فقد عين مدرسا في البداية في مدينة خارج بغداد، ثم نقل إلى مدرسة الأعظمية، وبقي على هذا الحال بانتظار ساعة الصفر من الحزب. 8 فبراير عام 1963، حزب البعث ينفذ انقلابا منسقا ضد السلطة. سارع الصحاف للعب دور محوري في تلك الحقبة، حيث انضم لصفوف الحرس القومي للحزب، ووضع في الأقبية الخاصة بتعذيب وقتل المعارضين للحزب، واتهم في تلك الفترة بقتل عشرات المنتمين للحزب الشيوعي، وقد ذكر اسمه في كتاب المنحرفون الذي تحدث عن جرائم الحرس. عام 67 جاء الصعود الكبير للصحاف، إذ انتقل لحي الوزيرية في بغداد ليجاور قادة الحزب مثل أحمد حسن البكر وصدام حسين وعزة الدوري، وكمكافأة على مشاركته بالانقلاب وقربه من القادة عين الصحاف مديرا عاما لإذاعة وتلفزيون العراق، وقيل إنه لم يتخلى عن بزته العسكرية رغم عمله بمؤسسة مدنية، وكان شديد التسلط والظلم على موظف الإذاعة. الصحاف عرف الشخص الذي يجب أن يتقرب منه، وكان صدام حسين، حيث جمعته معه صداقة قوية، الأمر الذي أدى لتوسع صلاحياته أكثر ليصبح رئيس مكتب الثقافة والإعلام الذي كان يشغل تفكير صدام حسين كثيرا، طامحا لرسم صورة جديدة للمؤسسة الإعلامية العراقية. لكن الصحاف فشل في تلك المهمة، حيث لم يشهد الإعلام العراقي أي تطور، وكانت النقلة الأبرز هي بث مباريات المصارع العراقي عدنان القيسي، والتي كانت تنتهي أغلبها بفوزه على خصومه. ثم خضع الصحاف للعقاب من قبل أحمد حسن البكر الذي وصل للعراق بعد زيارة خارجية ولم يتم نقلها على التلفزيون العراقي، ما أدى لغضب البكر الذي طرده من الإذاعة وعينه مدرسا من جديد. ثم شنت السلطات العراقية حملة ضد الفساد، كان الصحاف من بين المتهمين فيها، لكنه سارع للحصول على بعثة رسمية في فرنسا ليستكمل دراسته العليا هناك، هاربا من محاسبة كادت تضعه في السجن لسنوات. وبعدها بمدة نجح بالعودة للحزب والدولة، وذلك بتزكية من طارق عزيز ليعين في ديوان وزارة الخارجية العراقية، وذلك بالتزامن مع صعود نجم صدام حسين الذي سارع لتعيينه سفيرا في الهند وسفيرا غير مقيم في بورما، ثم عاد ليكون وكيل وزارة الخارجية العراقية، ثم مندوبا دائما للعراق في الأمم المتحدة، وعاد في العام 1985 ليكون سفيرا في السويد، وبقي يتنقل في المناصب حتى العام 1992، حيث فرضت العقوبات الدولية على العراق، وحينها طلب منه شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبعدها بعام واحد بات وزيرا للخارجية.
إلا أن الدبلوماسية العراقية لم تشهد أي تطور لافت في عهده، فقد رفض الصحاف أي وساطة عربية في خصوص لجنة التفتيش عن الأسلحة الكيميائية، وتحول عمله لمحل نقد وتهكم خصوصا من جريدة بابل التي كان يشرف عليها عدي صدام حسين، ليأتي قرار عزله من منصبه في أبريل من العام 2001، ووضع بدلا عن ذلك وزير للإعلام، وهو المنصب الذي كان يشهد فراغا وبانتظار من يشغله. ويمكن القول بأن ذلك المنصب كان الأبرز والأكثر ظهورا، فمع بدء الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 دار الصحاف الحرب الإعلامية خلال الغزو، حيث كان ضليعا في اللغة الإنجليزية، واستخدم في خطاباته الدعائية مصطلحات لم يجد لها الإعلام الغربي مرادفات، كان أشهرها مصطلح العلوج الذي وصف به الجنود الأمريكان، وبظهوره بابتسامة خفيفة وخطاب رنان بات الصحاف صوت صدام حسين المتحدي للغزو. وأكثر خلال خطاباته من العبارات الغريبة مثل السم والأوغاد والطراطير، ليلقب برجل الحرب الإعلامية، إذ تحول للناطق الرسمي باسم العراق، وحاولت واشنطن دفعه للانشقاق مقابل المال ومنصب ما بعد الغزو، لكنه فضح العرض المقدم له في مؤتمر صحفي. وبينما كانت القوات الأمريكية ومن معها يتقدمون نحو بغداد، كان الصحاف يذيع الانتصارات للشعب العراقي، حتى قال مرة أن الأمريكان ينهون حياتهم آلافا على أسوار بغداد بسبب فشلهم باقتحام العاصمة ومقاومة الجيش العراقي. لكن كل تلك الادعاءات انهارت في لحظة، فعندما وصلت القوات الأمريكية لبغداد كان الصحاف ومن معه من الصحفيين في حيرة كبرى، حيث أكد لهم الصحاف أن القوات لم تدخل بعد، لكنه في اللحظة الحرجة نزل لساحة فندق شيراتون واستقل سيارة مع عدد من المسؤولين ليتجهوا لمكان مجهول، تاركين الصحفيين في الفندق يواجهون مصيرهم وحدهم. ويقال أنه كان بانتظار رسالة من صدام حسين كان سيوجهها للشعب العراقي يدعوهم فيها للصمود والمقاومة، وقد التزم الصحاف بتوجيهها لوحده رغم هروب الجميع، ومن ثم خرج من مقره ولم يسمع عنه إلا عند استسلامه للقوات الأمريكية، ومن ثم خروجه من العراق بصفقة مع الأمريكان. وفي أول تصريح له قال: أنا لست عضوا في القيادة العراقية، أنا كنت وزيرا للإعلام وقمت بواجبي لآخر لحظة، ليعلن بذلك تخليه عن نظام صدام حسين بعد سنوات من الخدمة بجانبه، ليكون البيدق الذي هرب في اللحظة الحرجة.